إلى أسبوع الإمامة أهلا بكم. بحضور متوليها الشرع ومسؤوليها وشخصيات حوزوية وأكاديمية من داخل العراق وخارجه، العتبة العباسية المقدسة تطلق فعالية أسبوع الإمامة الدولي الثاني. السيد الصافي يؤكد أن رؤية أسبوع الإمامة قائمة على أن منصب الإمامة يبدأ من أمير المؤمنين علي وينتهي بالإمام المهدي سلام الله عليهما. انطلاق فعالية مؤتمر الإمام علي عليه السلام في جامعة الكفيل ضمن أسبوع الإمامة الدولي الثاني، وجلسته العلمية تشهد مناقشة بحوث حول سيرته عليه السلام وفكره وعلومه. الخبر الأخير بمشاركة باحثين من داخل العراق وخارجه، انطلاق مؤتمر الإمام الحسن عليه السلام العلمي في جامعة العميد ضمن فعالية أسبوع الإمامة الدولي الثاني.